كل سنة وانتم سالمين بعيد بشارة، عيد حلول الروح القدس على العذراء مريم في كنيسة في بيت العذراء اللي هو حاليا كنيسة البشارة في مدينة الناصرة. ونقول لهم كل سنة وانتم سالمين والعالم أجمع وين ما كان في العظم الحدث الجليل، الحدث القوي اللي حل فيه الروح القدس على العذراء لتحمل وتجيب لنا المخلص يسوع المسيح. اليوم يوم حلو، يوم تبشير للعالم كله بالمخلص بالبشرى السارة. إن شاء الله ربنا هيك بهالأوضاع اللي احنا عايشينها بيعطينا بشرى حلوة اليوم. وبدي أذكر إنه الساعة 12 في روما واحدة في الأراضي المقدسة راح نصلي كلنا مع البابا، ويريد كل واحد يمسك عيلته يصلي هو إياها أبانا الذي علشان تكمل مشيئتنا في مشيئة ربنا فينا وفي العالم كما في السماء كذلك على الأرض، عشان يعطينا نعمة الغفران، نعمة إنه نقول يا رب خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ونعرف إنه قدوس السجود لإسمه. خلينا نبدأ نصلي. ملك السماء والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والملك الكل كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. اقرأ الإنجيل. إنجيلنا اليوم إنجيل القديس لوقا الفصل الأول. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم الفتاة مريم. فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة. فداخلها اضطراب شديد لهذا الكلام، وسألت نفسها: ما معنى هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسمه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. وها إن نسيبتك لصبات قد حملت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا، فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة للرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب. الإنجيل هذا دائما إحنا كمكرسين مكرسات وكناس كثير بنكيف، ومن كل مشكلة بتصير معنا بنصير نقول: ها أنا أمة الرب. كل شيء بيكون عندنا بحياتنا بنحاول نقول لازم نعمل زي العذراء: ها أنا أمة الرب. ودائما نتأمل في العذراء، نتأمل بصمتها، وكانت تحفظ كل شيء في قلبها وهي صامتة. اليوم بدنا نفوت لعمق أكثر مع العذراء في استقبال الروح القدس داخلنا وفي حياتنا، عشان هيك راح نشرح شوي بعض من الشغلات اللي كانت امبارح كمان نظبطها ونرتبها. فشوي شوي بدنا نبدأ بهالموضوع. أول شيء لازم نفهم شو يعني وكان. بأول الإنجيل بيقول: وفي الشهر السادس، وآخر شيء بيقول لها للعذراء: وها هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا، هي إليصابات. لازم نعرف إنه الشهر السادس هو
من شهر سادس بعد تبشير زكريا النبي بولادة يوحنا المعمدان. فبعد ست شهور من بشارة يوحنا زكريا أجت بشارة الملاك إلى العذراء. فعشان هيك بقول وفي الشهر السادس بشر الملاك العذراء مريم. لازم نعرف إن العذراء مريم من أول من ولدت هي موجودة بالهيكل، حطوها أهلها بالهيكل، فكانت موجودة طول صغرها لغاية ما خطبت القديس يوسف وهي موجودة بالهيكل تخدم وتتعلم كلام الله. وأكيد كانت بما أنها كانت بالهيكل، يعني إحنا مثلا أولاد رعية واحدة بنعرف مين بيكون في الكنيسة، بنعرف مين بيخدم في الكنيسة، بنعرف مين اللي يجي وراه، بنعرف مين. أكيد شافت حنة اللي كانت تخدم 80 سنة هناك، وشافت سمعان الشيخ لما شافوها واستقبلوها مع طفل يسوع. فهي كانت بنت الهيكل، يعني متربية بالهيكل، يعني متربية على سماع، على إصغاء الكلام، كلام الله التوراة اللي هو الكتاب العهد القديم. وكانت دائما صامتة وتحفظ كل شيء بقلبها، حتى بعد ما حملت وصارت أم الله وجابت يسوع وكانت كل شيء بحياة يسوع ومات يسوع وانصعد إلى السماء وقام وصعد، هي كمان كانت تحفظ كل شيء بقلبها. يمكن الشيء الوحيد اللي بنسمعه بالإنجيل العذراء قالته في قانا الجليل لما قالت لهم افعلوا ما يقول لكم. هالكلمة دائما يعني لازم تكون معنا، لازم نسمع كلمة العذراء هاي بالذات، لأنها دائما هي إحنا بنقول عنها، في ناس بيقولوا هي مش شفيعة. لا، أول أعجوبة وأول معجزة عملها يسوع في قانا كانت بشفاعة العذراء. لما قالت له راحت له يا حبيبي ما فيش عندهم خمر، اعمل لك شغلة، اعمل لك حاجة، اعمل شيء يعني. قالها يا امرأة لسه ما صارش وقتي. فمش ما ردتش عليه، لكن بدلالة الأم اللي ابنها بيعمل لها كل شيء، انتبهوا بيعمل لها كل شيء لأنها أمه. وإحنا نفس الشيء، إما تطلب منا شيء من عيوننا، لو كان عيوننا نعطيها إياه. فراحت قالت للخدم اعملوا كل شيء كل شيء بقول لكم إياه. يا ريت العذراء نسمعها تقول لنا الكلام هذا وبتقول لنا إياه، في كل ظهوراتها صلوا صلوا صلوا. إحنا خايفين من السر الثالث، سر فاطمة، خايفين من الأشياء هاي كلها، مع إنه قبل ما تحكي الحكي هذا بتقول لك صلوا، وإذا بتصلوا بروح كل الأشياء هذا مش راح يصير. فهي بتقول لنا اليوم كمان صلوا، وبتقول لنا افعلوا كل ما يقوله لكم. شو قال لهم يسوع؟ قال لهم عبوا الجرار الفاضية، عبوا الجرار اللي هي مي كانت عليها فاضية، هي كانت فاضية فيها خمرة، فضت الخمرة عبوها ليش؟ عبوها مي. وهون نرجع للمي، نرجع للروح القدس. فراحوا عبوا هاي الجرار كلها مي بكلام يسوع اللي هو أحد أقنوم الثالوث، مع الروح القدس تحول هذا الخمر اللي مي إلى خمر. وهون نشوف قديش المي دايما برافقنا في الكتاب المقدس. اليوم بدنا نسمع شو بيقولنا يسوع عن طريق العذراء، عن طريق التأمل بحياتها والتأمل بصمتها، التأمل يعني هي كانت بالهيكل، صمتها وخشوعها وخضوعها وطاعتها واتضاعها أهلها لأنها تكون إما الله مختار ومنعم عليها وحل عليها الروح القدس. تعالوا نفوت بمثل عملي كيف إحنا ممكن يكون قلبنا زي قلب المغارة، أو زي المغارة اللي حل فيها الروح القدس على العذراء وحبلت بيسوع، عشان قلبنا يكون هالمغارة اللي يحل فيها الروح القدس ويجسد يسوع في قلبنا، عشان يضل جوال كلامه وضل هو جوانا، فما نخطئ له. زي ما بنقول كل يوم خبأت كلامك في قلبي، وهيك احنا بحلول الروح القدس نخبي كلام يسوع بقلبنا، نخبي يسوع نفسه بقلبنا، علشان هيك ما بنخطئ له، بنصير نستحي حتى نفكر فكره شريره. ليش؟ لانه خالق السماوات والارض، لانه يسوع قاعد بقلبنا.
خليني أخذكم بمثل صغير كيف ممكن إنه إحنا عملياً إن نخلي هالمغارة هاي تصير مسكن للروح القدس ويشع منا النور. وإيش؟ بشفاعة العذراء، لأنه العذراء هي شفيعة لإلنا، هي أول وحدة شفعت في حياة يسوع لإلنا لما طلبت منه المعجزة هاي. تعالوا خلينا نشوف شو ممكن نسوي. بدي أجيب لكم إياها بمثل صغير هيك وشيء صغير. خلينا نشوف مثلاً جماعة، بدنا نرجع لعهد قديم، بدنا نرجع لوقت قديم، زمان زمان زمان، قبل الآليات وقبل الجرافات وقبل الحكي هذا كله. ناس مقطوعين من المي، بدهم يسقوا زرعهم، بدهم يعيشوا، بدهم مي. فقعدوا مع بعض هذول الجماعة، هذا مثلا مني أنا مش من الإنجيل ولا من المحل، بس عشان أبسط لكم الفكرة. قعدوا مع بعض وصاروا يقولوا لازم إحنا نسوي إشي عشان نجمع المي، يكون عندنا مخزون دائما، إنه لا سمح الله ما نهتز أي شيء ومحاصيلنا ونشرب البهايم ونشرب الحيوانات ونشرب إحنا كمان المي. فقرروا إنهم يحفروا بير. قرروا إنهم يحفروا هاي الأرض، أوكي؟ أجوا الجماعة هدول سين من الناس وصاد من الناس وقالوا احنا بدنا نحفر بير علشان نخزن المي هاي عندنا. انا بعطيكم المثل هذا عشان امشي معاكم كيف ممكن انه احنا نصير وعاء حامل للروح القدس. وشو معناه؟ وشوي شوي باذن ربنا وبنعمة ربنا وبكلامه المقدس بنصير. فجمع هدول اجوا، طبعا زمانهم لا في جرافات ولا في تراكتورات ولا في اي شيء. اجوا بهمتهم بعضلاتهم وبقوتهم وبارادتهم. هم قالوا بدنا نعمل، فاذا في هون اراده، اخذوا اراده واخذوا قرار بدنا نعمل بير. اجوا الجماعه هذول وبلشوا يحفروا بالارض. طبعا طبقات الارض عندنا كثير. فالجماعة هذول حددوا، أول إشي حددوا مساحة المنطقة، فأخذوا من المنطقة هاي هيك، خلينا نقول هيك، المنطقة هاي كلها. وقالوا بدنا نعمل هون بير. أجوا يشتغلوا بإيديهم. طبعاً ما كانش في كمان أهل التكنولوجيا من الفاسات والهاي، بلشوا بمجهودهم الشخصي. مجهودهم الشخصي معناه إنهم سلموا إرادتهم، سلموا فكرهم، سلموا ذهنهم زي ما حكينا من الأول لربنا علشان يبدأ يشتغل فيهم. فأجوا هذول الجماعة وبلشوا يحفروا. خلينا نمشي مع طبقات الأرض. زي ما حكينا امبارح على الغرفة هاي المغلقة شو كان فيها. خلينا نمشي مع طبقات الأرض. أول إشي بلشوا بالعشب الخارجي الموجود هون والخمة الموجودة هون، يشيلوها وينظفوها. تحددوا موقع المساحة اللي هم بدهم إياها. هاي أول إشي راح، اللي هو العشب والأشياء الخارجية راح صفتها هون عشب. هم بيشيلوا بالعشب لا أخذوه للنمل. لما شافوا المنطقة الأولى هاي شافوا المناطق اللي بتربى فيها النمل، فهمتوا علي؟ فبلشوا يمحوها، ينظفوا وينظفوا ويطلعوا، ينظفوا ويطلعوا. طبعا هون احنا الشمس بتكون ماشي على الارض هاي كلها واصله لمراحل معينه. هلا لما بلشوا يحفروا اكثر اكتشفوا انه هون بلشت الارض تصير رطبه وما عادش في الشمس اللي عم توصل. يعني ايش وصلوا؟ دخلوا للمناطق الرطوبه، دخلوا للمناطق المعفنه، دخلوا للمناطق اللي فيها شوي اللي بلش التلبيط والطين والشغلات هاي. وهم بيحفروا هما بيحفروا، احنا هون نحط النمل، وهم بيحفروا لقوا شوية عقارب في المنطقة هاي. شوي شوي
شوي صاروا ينتبهوا علشان من العقرب ما تقرصهمش، عشان العقرب هاي السامية اللي هي متخبية هون ما تقرصهم، فبلشوا شوي شوي يقتلوا فيها وينتبهوا لغاية ما نظفوها. نزلوا أكثر لقوا حية متربعة هي وأولادها موجودة هون في المنطقة هاي، حية خافوا، هي كانت كبيرة هيك خافوا، بس اجتمعوا عليها قتلوها. راحت الحية طلعت لأبعد وأبعد، بلشوا يكتشفوا الأرض طبيعة الأرض الموجودة، لغاية لوين وصلوا؟ لغاية ما وصلوا لصخرة، وهي الصخرة غلبتهم، بلشوا يكسروا ويحاولوا يلاقوا إشي هالقد قوي علشان يفتفتوا هاي الصخرة، لغاية ما فتتوا كل الصخرة الموجودة هون. وهيك الجماعة حفروا المسافة هاي ووصلوا لأعمق منطقة اللي فيها صخرة ثابتة، وحددوا مسار البير، هنحط هون بئر معيتو. هلا اجوا قال لك شو بنعمل؟ زمان لا كان في بطون ولا كان في اسمنت ولا كان في خلاطات ولا كان في اي شيء، عشان تعرفوا انه احنا من تراب والى التراب نعود. فراحوا شو عملوا؟ راحوا جابوا قش وجابوا شويه تراب خلطوه في بعض حرقوه، واجوا عملوا جدار سمين للمنطقه هاي. ليش؟ علشان طبعا حطوا عليه مواد اكثر على اساس انه يكون ثابت، وانه اي شيء بينمى من شجر هون شروشه ما تمرق في هون وتخزق المنطقه هاي كلها وتدخل فيها. يعني ممكن تيجي شجره بروط او تيجي شجره كبيره جذورها بتنزل في الارض وتنزل تخزق البير وتصير، او يمكن يجي حيوان او اي شيء يضل يخبط في المواضيع هاي ويفتح الجدار ويخزقه والمي اللي جوا تروح. فالجماعه عملوا كل مجهودهم انه يامنوا المنطقه هاي. هلا طلعوا اذكياء اكثر، شو عملوا؟ عملوا البير على شكل انجاصه، هيك بتيجي من فوق فصار البير يجيك في شكل انجاصه من تحت، انجاصه. بعدين بعد ما خلص الشغل هذا كله، طبعا كانوا في فتره طويله لانه احنا زي ما قلنا لا في تراكتورات ولا في بواقر، عبوا بالمي الماء. لما عبوا بالمي راحوا عملوا غطاء خصوصي، نقشوها بحجر وعملوا هون باب ونحط على باب البير هون على اساس يتسكر وما يدخلهوش اي حشرات او اي وسخ او اي شيء يعكر صفو البير. جاصه عملوها هيك ليش؟ لانه لو دخل اي شيء بالنهايه بترسب وبوقع في المنطقه هاي. طيب يا سيستر احنا شو خصنا بالموضوع هذا؟ خصنا الانسان اللي بيبدا يقرر انه يرجع لربنا بيعود لربنا لازم يكون عنده إرادة قوية، يقرر يتحكم بذهنه بفكره، يتحكم بمخيلته وإرادته، يتسيطر على كل الأشياء الداخلية جواه ويقول أنا بدي أتغير، أنا بديت بدي أتغير وأرجع لربنا، بدي أغير الإنسان الجواي الداخلي وأخليه إنسان جديد. كيف بدي أعمل هيك؟ لازم أبدأ افتح جواي، انظف جواي، علشان كل ما انا حفرت ووسعت كل ما خليت عمق اكبر للروح القدس انه يعبيني الروح القدس انه يملاني. طيب انا لما بديت بدي اعمل الحكي هذا، انا بديت بدي زنود حروب
الشياطين مش سهلة. الشيطان لما ببلش يشتغل فيك بينزلك في مواضع وفي مواقف وبحطك في أشياء مش سهلة. بتصير أنت تعاني، بتصير صعوبات، بتصير تعبان، بتصير هزلان، بتصير في عندك قوة كأنك بتدفع في حيط عشان بس تمشي إشي بسيط، لأنه كل قوى الشر بدها تجيك تمنعك إنك تتغير وترجع لربنا. رح يحاول يعمل شو ما بقدر على أساس إنه يمنعك إنه أنت تروح ترجع لربنا. عشان هيك أنا حاطط لكم كل المراحل اللي ممكن نمرق فيها لما نعمل البير. نبدا اول شيء بالعشب اللي هو الشيء السطحي الخارجي، الاشياء الخارجيه هاي اللي هي برا، يعني ربنا لما طلب من ابراهيم انه اطلع من اهلك من بيتك من اهلك وعشيرتك وارضك، اهلك عشيرتك وارضك، يعني حدد له الاشياء الداخليه والاشياء الاعمق والاعمق. وهو نفس الشيء احنا بنبدا بالاشياء السطحيه، بنبدا نتخلى عن الاشياء اللي بعيده شوي، بعيده عنا، يعني زي اصحابنا اللي بعاد اللي كانوا قاعد يعملنا اسباب سيئه، على العادات اللي كانت يعني شويه مش هالقد مؤثره فينا، بنبلش نقص فيها شوي شوي. لما نصير نفوت للعمق اكثر نصير نشوف انه احنا كنا متعلقين باشياء تافهه ما لهاش اي لزوم، نصير نشوف انه هاي الاشياء كانت مربطتنا. لما البالون عشان يطير لازم يكبوا اللي جواه شوي شوي وبلشوا يقصقصوا في او يخففوا الحبال اللي ربطوا عشان يطلع. كل ما بيطلع كل ما زادوا منه، كل ما زادت الشغلة النار تبعت الروح القدس جوا البالون جوانا عشان يطير اكثر. فبنبلش احنا نشوف شو العوامل الموجوده جوانا على اساس انه بتمنعنا انه احنا نكون فاضيين لنفوت للروح القدس. لما نوصل لمرحله انه فيها العقرب، انا نسيت العقرب هون، العقرب، احنا نشوف الاشياء الداخليه اللي جوانا. يعني احيانا احنا بنكون متعلقين باشخاص، متعلقين بعادات، متعلقين باشياء احنا بنعملها يوميا، هاي الاشياء بتكون مسكره كل شيء حوالينا انه ننفتح احنا للروح القدس. منتنا انه احنا نكون فاضيين لاستقبال الروح القدس. يمكن اهداف احنا بنحطها، يمكن امنيات احنا بدنا نوصلها، هاي الامنيه بتخلينا احنا بس مركزين نظرنا عليها وناسين انه في شيء ثاني في الحياه وناسين في شيء ثاني، فكل حياتنا بتتحول لمشكله لانه احنا مش قادرين نوصل للشيء هذا، فبنصير متعذبين، بنصير وضعنا مش هالقد تعبان. فليش؟ لانه احنا بس هدفنا شيء واحد مش قادرين نشوف اعلى منه ولا ابعد منه. بنصير نشوف لتحت، لما ننزل لتحت واعمق من تحت بنصير نشوف احنا كيف نتصرف مع الاخر، كيف نتصرف امام اي مشكله صغيره بتصير بيننا وبين اي حد، فبنصير نكتشف احنا قديش كانت ردة فعلنا كثير عنيفة لأنه مع فلان أو ردة فعلنا كانت هيك، أو إنه صار هاي المشكلة هاي إن أنا ما قبلتهاش على نفسي، كيف صار فيي هيك أنا؟ هون الخوف، هون الحية، هون الحية الكبيرة اللي إحنا بنكتشفها لما بندخل في العمق أكثر، بنصير نشوف إنه إحنا قديش بنحب ذاتنا وقديش أنا موجودة وقديش الذات موجودة، إنه أي شيء بطب فيها من برا بتصير بدها تثور، بدها تبلع زي الحية الكبيرة وبدها تسم. فلما أنا بفتح هالهيكل الموجود جواي وبنظفه وبشيل منه هالحية اللي هي الأنا اللي بدها تاكل العالم، ببطل فيه الأنا، بصير فعل المحبة هو اللي بيعمل، فعل المحبة هو اللي بيعطي، فعل المحبة هو اللي بيصير. ربنا لما طلب من إبراهيم إنه يسيب أهله وعشيرته وأرضه طلب منه من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. يعني بتبدأ في ناس كثير صعب تترك أهلها، في ناس كثير صعب تترك البلد اللي هي موجودة فيها، في ناس كثير صعب تترك الأرض بعدها. بس إحنا لما بنتخلى عن هدول الأشياء في سبيل ربنا، ربنا بيعطينا أضعاف وأضعاف وأضعاف. زي الناس اللي بكرسوا حياتهم لربنا، بيسيبوا اهلهم وبيتهم وارضهم، بيروحوا بلفوا في كثير بقاع في العالم
زي الرهبات والرهبان والخوارني، بصير بعطيهم مئات من العائلات، مئات من الامهات والاباء والاخوه والاخوات، بصير العالم كله اهلهم. لما انا بطلع بناتي بقتل الحي اللي جوا، انا بصير قابل لاني انا استقبل الروح القدس جواي ويحل فيني كلمه ربنا. ساعتها انا بصير قادر اني اعطي من هالبير واشرب لكل الناس اللي حوالي. يسوع لما حط او ربنا لما اعطى الوصيه الاولى، اعطى دائما الوصيه الثانيه اللي هي الاخر. يسوع حط الوصيتين هذول كملهم وقال الاخر كما تحب نفسك وقال حبوا بعضكم بعض كما انا احببتكم، يعني كما الصليب زي ما قلنا هذيك المره. طب كيف انا بقدر اني اطلع من الانا ومن الذات؟ نقطتين كثير مهمات انا اكون واعي لهم جدا، وهذا لازم يكون مع الروح القدس زي ما حكينا في مره من المرات. الوهم، ديروا بالكم من الوهم. اول شيء لازم احط الكل قدامي، يعني اي شيء بيصير بقدم كل الناس وانا بضل ورا ودائما بحط الحق علي. يعني صارت اي مشكله في البيت، ما هو فلان، وهذه غلطه ادم من البدايه، ما قالش انا احنا غلطانين يا رب، قال حواء اكلت، حواء اعطتني، راح ربنا لحواء قال حواء الحي اعطتني. ما حدش قال انا غلطان، انا اللي عملت الغلط. لو صار الفعل هذا احنا ما وصلناش لليوم. وهذا الحكي هو اسمه التواضع، هو اللي بيهزم الشيطان وبيهده. فلما مثلا صارت مشكله في البيت ولا حدا بيقول انا، كل واحد بده يقول على او بلاش في البيت، في الشغل، في اي محل، دائما بدنا ندور على علاقه نحط عليها الغلط، مش انا اللي عملت، لا مش انا. حتى لو كنت انا بدور لمليون سبب اني ما اكونش انا يعني اللي ارى الاراده تبعتي اللي عملته، مع انه انا بكون انا اللي عامله وانا اللي عملته وانا اللي بدي اعمله. عشان انا اطلع برا الحي هاي واقتل الحي هاي اللي جوا، بقدر اقول مضبوط انا غلطت، انا عملت هيك. ايش بده يصير؟ بتنهز صورتي قدام الناس؟ طبعا ما هي مهزوزه قدام ربنا، مين اهم، الناس ولا ربنا؟ بدي اطلع انا كذابه او اطلع انا سراقه او انا اطلع هم شايفني. هل انا بعمل حساب للعالم اكثر من واحد من الحساب اللي فوق؟ دائما احنا نطلع على كل المحلات بس ولا مره نطلع على فوق يشوفنا. معنا بالنهايه هو اللي بده يشوفنا وهو اللي بيحاسبنا. علشان هيك حاولوا استبدلوا الانا بكلمه المحبه. دائما تقول انا اللي عملت، انا سويت، انا شريت، انا قول المحبه اللي عملت، لانه ربنا اعطاك انك تعمل. لما انت بتروح بتعطي لناس مصاري او بتعمل عمل خير، المحبه اللي جواك دفعتك لانك تعمل الخير هذا. لو اجت عليك انت ممكن ما تعملهاش، بس المحبه اللي جوا هي اللي دفعت. فلازم ندور على الحي الموجود تحت علشان نقتلها، نشيل الانا. واذا نجحنا ممكن نتعرض للصخره، الصخره هاي تيجي قدامنا لهالدرجه ما نقدرش نزحزحها. لا بنزحزح المي لما بتنقط شوي شوي على الصخره بتنحتها رغم بمده سنين كبيره. احنا ممكن نعمل نفس الشيء بالصبر بالمحبه، نزيح اعمق صخره ونحول الصخره لاشياء كثير حلوه. الشيطان بزين لنا كل شيء وبدخلنا بوهم كبير، بخلينا نعتقد انه احنا صح، بخلينا نعتقد انه الاشياء هاي هي صح. واحيانا بتكون مش موجوده، بس بمخيلتنا وبذاكرتنا موجوده. عشان هيك لما انا بشيل الانا بعطي لحالي فتره اني افكر قبل رده فعل، اي رده فعل بعطي لحالي فتره اني افكرها. لما بعطي حالي فتره اني افكر بنتبه انه هذا وهم، انه هذا ما كانش صح، انه هذا مش موجود. بقول الحمد لله ربنا نورني، ربنا منيحني، ربنا منيحني، استنيت، ربنا نورني اني انا ما اعملش النقطه هاي. ليش؟ لانه نور الروح القدس الموجود جوانا
بيخلينا ببدد ظلمات الوهم اللي نقدر انه احنا نفهم. يوم ظلمنا ناس واحنا مفكرين مش لاقيين الحقيقه، عشان هيك ربنا بيقول ما الدين، مش انا الديان العادل، لانه هو الوحيد اللي عارف شو في قلوب الناس، هو الوحيد اللي عارف شو اللي بيصير وشو الحقيقه. وزي ما قلت لكم بين كل صوره وصوره في صوره، بين الحدث والحدث في الحدث الاصلي. وزي ما حكينا ذيك المره اللي زي ما قال القديس يوحنا الصليب، احيانا الاشي بيجي من ربنا، احيانا الاشي بيجي من الشيطان، واحيانا الاشي بيجي مني انا. فقبل اي تصرف نستنى نشوف شوي، نصبر، بعدين نعمل رياكشن، لانه بعدين احنا لما بنفوت بعمق الروح القدس بنشوف كل شيء حقيقته ونصير نقول ولو انا كنت هيك، انا عملت هيك. صدقوني يا جماعه كلنا غلطانين، كلنا عايشين اشياء غلط، وكلنا عندنا عادات غلط وسلبيه، بس هذا مش خطيه. الخطيه انه احنا ما نتخلصش منها، ما نعرفش كيف نغيرها، ما نطلبش مساعده ربنا، ما نعملش اللي قالنا يا يسوع. القدره موجوده عشان تساعدنا نعمل اللي قالنا يا يسوع. كلنا مرات بنتعب وما نعرفش نسوي اي شيء، بنروح نثني في حضن امياتنا ونقول لهم يما يعني خلص انا هون خلص، مش عارف اتصرف، مش عارف اعمل اي شيء. وبتيجي المساعده الكبرى. وهون العذراء نفس الشيء، احنا بنروح منها بنوم تحت، نركع تحت جريها، نحط راسنا على جريها، نقولها احنا على ركبتها، احنا هون حتى مش عارفين نعمل اللي هو قالنا اياه. هون بتيجي بتطلب من الروح القدس من ابنها انه ينورنا ويعطينا انه نكون شايفين. الروح القدس هو نور ونار، والنور هو بيبدد ظلمة اللي بيفتح بصيرنا، نصير نشوف أعمق ونصير نشوف الأشياء أحسن. وساعتها بنسامح إخوتنا، بنغفر لإخوتنا، بنغفر لحالنا، بنغفر للعالم، لأنه بالنهاية بنكتشف إنه المواضيع كانت هاي كلها غلط، وكان في علينا إحنا كمان حق وغلط، مش بس على الناس هاي. افتحوا نفوسكم. افتحوا كل شيء، كل ما فتحتوا وعمقتوا كل ما تعبى اكثر، كل ما كبرنا البير. في ناس بتعمل بيار ل 1000 و2000 و3000 كوب متر مربع. افتحوا، كل ما فتحتوا كل ما نزل الروح القدس وعباكم. لما تنملى من الروح القدس بتبطل تخاف من اي شيء، بتبطل تشوف اي شيء مش خارجي، بتصير تشوف انت بس قديش عشره ربنا والنعمه موجود بالوجود مع ربنا. شيء كثير حلو. قديش حلو انك تغفر، قديش حلو انك تسامح، قديش حلو انك تنسى. احنا بنضل نكدس فوق بعض فوق بعض لدرجه انه احيانا ننسى اللي تحت قد ما جوانا ملان. فضوا اطلع. حكينا عن الخزانه، حكينا عن الغرفه، حكينا هلا عن البير. فضي اطلع بدل ما تعبي الغيم، غيمات سود جوا، عبي الروح القدس. مش عشان الناس، عشانك انت، عشان ترتاح، عشان تلاقي السلام اللي جواك. ما تضلش تفكر من هون لمليون سنة، ولا من هون لبعد 10 سنين، ولا بعد كم من يوم. عيش كل لحظة ولحظتها زي ما الإنجيل، كفي النهار بس نمشي النهار هذا. لأنه ما نعرفش أي ساعة نموت، ما نعرفش أي ساعة من نقوم، أي ساعة نقعد. كل شيء بإيد ربنا، بما إنه كل شيء بإيد ربنا، ليش ما نكون إحنا وعاء للروح القدس؟ عشان الروح القدس يعمل فينا زي ما عمل في العذراء. خلاها أم، خلاها أم الله وأم الكنيسة. أنتوا نفس الشيء، حاولوا تفرغوا هالشيء هذا من جوا، عبوه بالروح القدس عشان تصيروا نبع مي يسقي الناس، يسقي العالم، تصيروا سلام لكل اللي حواليكم، لأولادكم في البيت. هيك نغير المجتمعات، هيك نغير العالم، هيك العالم بيعمل رسالته اللي الله خلقه علشانها، يعطي المحبة. دوروا على الحي اللي نايم جوا اللي هي أنا. طلوها، اطلوها. وكيف نقدر نطلها؟ بالمحبة، بإني أنا أكون آخر الكل، بإني أنا أحط الحق على حالي قبل ما أحط الحق على أي حد. دايما أكثر إشي يعملوه وجربوه، لأنه كثير صعب، كثير كثير صعب، أنا بقول لكم صعب بالتجربة. لما بيجي الوقت المشكلة أو بصير أي مشكلة، جربوا قولوا أنا غلط. شوفوا شو بصير جواكم.
الناس بتطلع انت شوفوا شو بيصير جوا. لما بتقول انا غلطت صح، انا مزبوط غلطت، شوفوا قديش التواضع بيصير، قديش بتهزم الشيطان اللي بيكون باني يعمل مصايب من وراء هالمشكله او هالشغله او هالعمليه. شوفوا كيف بتهدوا له كل تعبه وكل الجبال اللي عملها وكل الشيء اللي عمله بكلمه واحده اللي بتقوله صح انا غلطان. استعملوا الانا في كلمه انا غلطان، واستعملوا المحبه في الخير، المحبه اللي عملت، المحبه اللي سامحت، المحبه اللي اعطت، المحبه اللي شالت، المحبه اللي حكت. حاولوا شيلوا الحي اللي جوا ورموها برا، ونموا جوا المحبه، نموا جوا الروح القدس. خلي مغارتكم هي مغاره الناصره اللي حل فيها الروح القدس العذراء، يحل فيها المغاره وتنام الكلمه جوا. كلمه يسوع لما بتنام بقلبنا نصير في السماوات، نصير في الملكوت كما في السماء كذلك على الارض، نصير في الملكوت، نصير عايشين السماء على الارض، لان يسوع نايم بقلبنا، الراحه نايمه بقلبنا، الامان نايمه بقلبنا. ربنا ما بده منا شيء الا ان نبادل الحب، نعيش معه قصه حب، نعيش معه قصه مغفره، قصه تسامح، قصه عطاء. لما نعيش الشيء هذا احنا بنصير اكثر واكثر في اطمئنان، في امان اللي بندور عليه هلا مشتاقينه في عائلاتنا، في المجتمع، في العالم. الامان هذا هو اللي بخلينا نعيش الحياه اللي احنا بندور عليها. لاولادنا نركض طول النهار والليل عشان نامن لهم لقمه يعيشوا وبس نضل مستورين، لا، في شيء اكبر لازم نركض له، الامان والاطمئنان اللي بنحصل عليه بقوه الروح القدس داخلي. بتمنى هالعيد يخلينا نكون مع العذراء ونبدا نحفر داخلنا علشان نعمل المساحه لربنا. لو حفرنا شيء صغير لغايه ما نوصل للعمق اللي ننملى فيه من الروح القدس، وساعتها بنصير نور بنور الكون كله، بنور على المعموره كلها. واعملوا زي ما قلت لكم العذراء، اعملوا كل شيء بقول لكم اياه، اعملوا كل شيء بقول لكم اياه، يعني ارجعوا فتشوا في الكتب، ارجعوا فتشوا في وصايا ربنا، ارجعوا اسمعوا ربنا شو قال في كتبه، وما تضلوش تاخذوا الايه وتقولوا قال هيك وعمل هيك واحنا غلط في عبادتنا واحنا غلط. يعني اطلبوا الروح القدس والروح القدس بيفسر لكم صح، بالمحبه رح تفهموا كل شيء. ما تاخذوا الايه وتضلوا واقفين عندها وتكتشفوا اشياء مش صح، لانه اللي بيفسر الكلام للانقسامات، واللي بفسر الكلام للحروب، واللي بفسر الكلام لمشاكل بين الكنائس ولتمزيق الكنيسه، هذا الانسان مش الروح القدس دخل فيه. امتلوا من الكلمه، والكلمه هي المحبه، وبس المحبه اللي بتعبينا وبتملانا. ان شاء الله يا ربي بهالعيد المحبه تملاكم، الروح القدس يملاكم، وتبدوا تعطوا للعالم كله، بفيض منكم انهار ماء حي، تصيروا بير للروح القدس يرتاح فيكم ويسكن فيكم على طول. راح اقرا لكم اليوم فقره انا كثير بحبها مع القديسه مريم بوارد للروح القدس. كانت الفقره هاي بالانخطاف، شوفوا شو قالت للروح القدس، شو وصفته بالاشياء اللي احنا بندور عليه. وبوعدكم انه انا اعمل حلقه خاصه للروح القدس مع القديسه مريم عشان تتعرفوا شو يعني الروح القدس بحياه الشخص وبحياه الانسان، كيف هالقديسه الصغيره قدرت تفضي حالها وتخلي الروح القدس كله يكون جواها. وفي شيء اسمه انا، في شيء اسمه مريم، في شيء للذات نهائي، في شيء اسمه الروح القدس داخل. بتناجي الروح القدس وبتقول له تعال يا سلوتي، تعال يا فرحي، تعال يا طمأنينتي، يا قوتي ونوري، تعال أنرني لأجد الينبوع الذي أرتوي منه، فقطرة منك تكفيني لتظهر لي يسوع كما هو. فيا أيها النور ينبوع الطمأنينة، تعال أنرني، إني جائعة، تعال أطعمني، إني عطشة، تعال ارويني، إني عمياء، تعال ابصرني، إني فقيرة، تعال أعني، إني جاهلة، تعال علمني. أيها الروح القدس.
القدس إني أستسلم لك. خلنا اليوم مع القديسة مريم العذراء الطاهرة البتولة، مع القديسة مريم بوعدة كمان، أيها الروح القدس إني أستسلم لك. سلموه حياته، شوفوا كيف راح تتغير كليا. الإشي اللي أنتم مش قادرين تعملوه بمجهودكم الفردي هو بيعمله فيكم، بس سلموه إرادتكم. لما بتسلموه إرادتكم هو بيشتغل زي ما بده. أيها الروح القدس، إحنا بنسلم لك كل الناس، كل العالم. ارجع جدد وجه الأرض كمان مرة، زي ما جددتنا بالعماد، جدد وجه الأرض حاليا باللي بهاللي إحنا بنعيشه منها، من أمراض. املانا من جوا، املى العالم كله، املى الأشخاص كلهم، املى كل الناس اللي إحنا بنصلي لهم وبعاد عنك ما بيصلوا كمان. رجعهم لربنا، رجعهم للحقيقة، رجعهم للنور. يا أيها النور، كل سنة وأنتم سالمين بعيد القديسة العذراء، بعيد البشارة. وإن شاء الله يا رب منا دائما بيعطينا بشارة، وزي ما قلنا اليوم الساعة واحدة توقيت الأراضي المقدسة بيت لحم، إنه إحنا نصلي كعيلة في البيت مع بعض، نمسك إيدينا ونقول أبانا الذي في السماوات. وجل الله بالنور، وقدس إله واحد، آمين.